السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزاتي طالبات صف السادس. ماما اليوم إن شاء الله نكمل يونت 2 نبدي بيه زين، وإلى أن صر تقريبا 20 دقيقة أو 30 دقيقة أتوقف. شوف إيش قد ناخذ كم لسن بيها هذه 20 دقيقة أو 30 دقيقة حسب يعني الوضع. أوكي مثل ما تعرفون عندنا هذه الصفحة بيونت 2، أول صفحة من يونت 2، بس أنتوا طلعوا الصفحة تمام لأن ما مكتوب هنا، أنتوا فافتحوا كتبكم وشوفوا وياي. سنتعلم بهذا الدرس أشياء صنعها الإنسان. أوكي نتعلم بهذا الدرس أشياء صنعها الإنسان. أوكي عندنا أشياء هنا، اثنين مواد التي صنعت منها الأشياء يعني معاني وإملاء، هذا تحفظون معنى وإملاء. ثلاثة سؤال عن مادة شيء، أوكي أو الجواب عن السؤال، السؤال عن مادة الشيء. أربعة جواب عن سؤال المواد. خمسة نتعلم كيف نصنف الملابس. ستة نتعلم كيف نرتب الصفات تمام. هسه أول شيء احنا ما لنا علاقة، أول شغلة عندنا نعرف هذه شنو أساميها. أوكي شنو هذولي؟ هسه عندنا هذا التيشيرت الوردي، اوكي شنو هو؟ هو كوتن تيشيرت، كوتن تيشيرت، اذا تيشيرت قطني، هذا تيشيرت قطني. هذا بلوز، البلوز شنو هو؟ وولن سويتر، وولن سويتر، لازم نحفظ المعاني مالتهم. هذا مكتوب عليه نمبر 3، نشوف نمبر 3 هو ليذر بوت، leather boot boot جلد. اوكي نمبر 4 هذا denim jeans، denim jeans. اوكي وهذا rain boot نمبر 5، rain rubber rain boot. وعندنا هذه شنو؟ الملعقة الخشب 6، وين 6؟ wooden spoon، wooden سبون ملعقة خشب. عندنا هذا القدر المعدن، أوكي ميتال ساسبن، ميتال ساسبن. وأخر شي هذا عندنا احنا نسميه لغتنا سراحية قزاز، إذا جلاس جيك، وين 8؟ هذا 8 جلاس جيك تمام. ماما نجي عن معاني هنا، glass jack جرة زجاج، wood spoon، wood spoon ملعقة خشب، leather جلد، boot boot جلد. okay metal suspend، metal suspend قدر معدني، rubber مطاط، rubber مطاط حبيبتي ماما. اوكي وول صوف، وول صوف، سويتر وول سويتر، وولن هي اذا اريد اطبقهن يعني اثنينات الكلمات تصير وولن سويتر، سترة صوف، كوتن تيشيرت، كوتن تيشيرت، تيشيرت قطني، دينم جينز، دينم جينز بنطال قماشة قطني أو هذا يعني القماش القوي مال الكابوي. أوكي زين عندنا ملاحظات قواعدية نستخدم الميد فروم نمبر 1، نستخدم الميد فروم للتعبير عن الأشياء التي صنعها الإنسان.
أوكي أشياء صنعها الإنسان made from أوكي. لكن إذا أجت أشياء يعني صنعت من الخالق أوكي ليس للإنسان يد لها في صناعتها نقول عليها come from أوكي. قلنا للتعبير عن الأشياء التي صنعها الإنسان وتغيرت حالة مادته أي أن المادة لم تعد كما في السابق مثل إيش؟ The paper is made from wood. Paper is made from wood. يعني مين صنع البيبر؟ من الوود من الخشب. من صنعه؟ صنع الإنسان. ليش قلت made from؟ لأن صنع الإنسان. نلاحظ أن البيبر ورق تمت صناعته من الخشب. أي أن الخشب أن الحالة الخشب تغيرت ولم تعد كما كانت. أوكي؟ مثال آخر. The glass is made from sand. شنو sand؟ رمال. إذن من صنع الزجاج؟ من الرمال. من الرمال. أوكي؟ تكون القاعدة كالآتي. مثلاً what is أو what are the فراغ المادة made from؟ هذا حالة السؤال. مثلا نقول what is the jack made from okay اقول عليه it is لو they are اذا جمع they are واذا it is واذا مفرد اخلي it is تضحك بنتي هاي في حالة الجواب نستخدم الميد اوف عن اشياء التي صنعها الانسان ولم تتغير اوكي ولم تتغير حاله ماده اوكي اي بقيت على حالها او كما كانت في الاصل اوكي هنا يعني استخدمنا ميد فروم الحاله كلها تتغير حاله الماده كلها تتغير زين لكن الميد اوف الميد اوف تبقى الحالة المادة يعني على حالها The t-shirt is made of cotton T-shirt made of cotton يعني هسه انتو هنا الزجاج جدتوا تعرفون مصنوع من الرمال اكو بعضكم يعرفوا اكو بعضهم لا هنا احنا نعرف التيشيرت مصنوع من الكوتن The bands الاربطة are شوفوا bands اربطة شو خذت وياها are made of rubber made of rubber فلازم نفرق بهاي الفقرة اوكي jeans are made of denim اوكي الجينز مصنوع من هذا القماش القوي القطن القوي اوكي هسا خلصنا من هذه تكون القاعدة كالآتي what is أو what are اسم المادة made of الجواب it is أو they are made of اسم المادة هي مصنوعة من كذا تمام نجي على comes from أو come from إذا جمع أقول come from وإذا مفرد أقول comes from هذه مع الأشياء التي لم يتدخل الإنسان في صنعها مثل the oil النفط comes from ground من الأرض أوكي إجا من النفط من الأرض أوكي The wood comes from tree الخشب إجا من الأشجار هنا أوكي أي إن الأويل والنفط يأتي من الأرض ولم يتدخل الإنسان في صنعه بل استخراجه فقط كذلك الجملة الثانية الوود الخشب is يأتينا الخشب من الأشجار ولم يتدخل الإنسان في صنعه بل استخراجه فقط تكون القاعدة كالآتي الاسم comes from المصدر تمام هذه عدتش هنا أمثلة وزارية أنت تحليهن حبيبتي حتى تقوين إيدك عندنا هذه النشاطات هاي إلك أنت تحليهن هذه النشاطات مهمة جدا اوكي كوتن تيشيرت دينم جاكيت هاي انتي قوي ايدش وتحلين وهذه كل وحدة
تعرفون يعني المادة من شنو مصنوعة. بس أنا شنو عندي هنا، هذا تمرين مهم، أوكي؟ ترتيب الصفات، ترتيب الصفات. أول شيء أقول there is لو there are، أوكي؟ نبدي أول شيء اللون، أول شيء اللون، فهمتيني؟ وبعدين الحجم، الصفة، أوكي؟ لا العفو، الميد اوف، أول شيء اللون، بعدين الميد اوف، وبعدين الاسم، بعدين الاسم هنا أنا راح اختصارها سايز، حجم، أوكي؟ وراها الكولر، وراها الميتال، أوكي؟ الميتال اللي هي ميد اوف بيج بلاك ليذر. ليذر شنو؟ مثلا شوز، حذاء جلد اسود كبير، وقبلها اي او ان، قبلها اي او ان. وهسه تجي وياها الصفات، زين هنا راح نشرحها. اذا وجدنا في الجملة اكثر من صفة عندئذ نرتبها حسب القاعدة التالية: اي او ان زائد الحجم، وراها اللون، وراها المادة، وراها الموصوف. اوكي، my father bought، اشترى، فراغ، اخير شيء ساعة. ورا الساعة لازم قبلها شنو؟ اي او ان، اوكي؟ وراها حجم، هنا اول شيء منو؟ اول شيء ميتال، هنا اول شيء بيج، اوكي؟ اذا بيج، ورا اللون بلاك، ورا المادة المصنوعة منه ميتال، ورا واتش. فهمتيني ماما؟ كملنا من لسن 1 لجي هسه على لسن 2. لسن 2 حبيباتي هذا شويه يعني ما نقول يعني مو مهم، بس مو ذات الاهميه، زين بس لازم اشرحها لك. شنو عندي هنا؟ عندي هنا أنا هذا مول، راح حول المول، تمام؟ خلينا نشوف شنو بي المول. المول بي مانز فاشن، ازياء الرجال، بي هوم كوكينج، اشياء المطبخ، اوكي، بي كافيه، بي سوبر ماركت، بلاي اريا مكان للعب، اي تي اند كومبيوتينج، برامجيات والحاسوب، وومنز فاشن، ازياء للنساء، تشيلدرنز فاشن، ازياء للاطفال. اوكي، خلينا نشوف كل واحد وين راح. It is Saturday. اوكي، شوفوا الحفظ، المعاني، المعاني هذني الازياء، مراكز التسوق، هذه حفظ عندك اللي هن هذني، هاي تحفظيهن، تمام؟ وهي سهله مو صعبات، هذني سهلات. It is Saturday and we are at the mall. نحن في المول. اوكي، I am mall شنو؟ مركز تسوق. I am with my mom and dad, my big sister Dania and little brother Ammar. هاي عائلته، هي وعائلته. There are lots of shops. كثير من ال shops، المحلات. On different floors. ها، عندنا floors، طوابق. Floor، طابق. Floors، طوابق. مو flower ماما، flower وردة. Floor، طابق. Okay. We need to decide where to go. احنا نريد نقرر وين نذهب. We are going to buy some clothes and I hope we are going to the cafe for ice cream. تمام. نزلي ماما ملك حبيبتي، نزلي. نزلي لا توقعين. زين. هذا هنا هم وين راحوا؟ اوكي، I want to look at suspense. Where do I go؟ هاي منو؟ المام. شبيها راحت ل تريد تشتري او تشوف السسبنس، يعني
القدور، اوكي، ادوات مطبخ، وين تروح؟ Where do I go؟ اذا تروح ل نقول هوم كوكينج. اوكي، I need a new dress and a coat for school. Where do I go؟ أين أذهب؟ هاي من بدها تحكي دانية. وين تروح؟ لل women's fashion. هسا نجي على وسام. I want to have an orange juice. Where do I go؟ أريد عصير. وين أروح؟ للكافي أكيد. Okay dad, I want to find watch. I want to find how much a smartphone cost. Where do I go? هذا من المتكلم الأب. I don't want to buy anything. أنا ما أريد أي شيء. I want to play. Where do I? Where is the playing area? من المتكلم هنا عمار. هسا عرفنا كل واحد وين يريد يروح. أوكي. هنا الطوابق. الطابق الأول ground floor، ground floor B play area والسوبر ماركت. الطابق الثاني الأول هذا الأرضي ground floor الأرضي. الأول B men's fashion IT and computing children's fashion. وعندنا بالطابق الثاني B cafe women's fashion home cooking. تمام حبيباتي ماما. هنا أنا هاي الأسئلة الشفوية هسه سألناها. I want to look for suspense. Where do I go? Home cooking لو كافي أكيد home cooking. وهذا هسه كله شرحناه قدامكم. أوكي، هذا مو ذات أهمية لأن هنا هذه محاورة وما مطلوبة من عندك. أوكي، Now unit 2 lesson 3. هو ايضا يعني المهم البي، المهم البي اللي راح اشرحه هسه اسماء الاشاره. اوكي، هذا راح اشرحه هسه اللي هو this with that with these with those. This with that للمفرد with these للthose للجمع. أوكي، للمفرد نستخدم this، للمفرد القريب والمفرد البعيد نستخدم له that، عرفتوا؟ واثنيناتهم يجي وراها is، this is. أوكي، مثلا يعني I like this but I don't like that. أنا ما أحب، حبيت هذا بس ما حبيت ذاك. أوكي، هسا عرفنا this with that للمفرد و these للذوز للجمع، لكن this للقريب و that للبعيد، these للقريب و those للبعيد. هسه هنا اوكي، للجمع نستخدم these للجمع القريب ونستخدم those للجمع البعيد. تمام، these are very nice very nice boots. these are شجتي وراها are، these with those تجي وراها are، this with that تجي وراها is. حفظوها هذه الفقرة. تمام، these are very nice boots as well as those on the top shelf. يعني هذه الحذاء، هذني الأحذية كلش حلوات، وكذلك as well as معناها وكذلك هذولاك الأحذية هم حلوات اللي على التوب شيلف على قمة الرف، الرف عفوا. تمام، هذه عندك أمثلة وزارية تحلين عليها. نجي هنا للتمارين، أيضا ما أشوف التمرين مهم يعني حتى واحد يقدر يشرحه، واللي هنا راح نتوقف. هذا unit 2 lesson 4 ما راح اشرحها بس هذني حفظيهن. شوفي ماما، معاكسات مهمة جدا. hard soft plain colorful cheap expensive thick thin
light thick long short. احفظيهن ماما، وراح اعيد شرحهن بالمحاضرة الجاية ان شاء الله.